السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الفنانة الجميلة نيلي كريم، وهنشوف إهانة زوجها الحادي هشام عاشور ليها، وسخريته من عجز زوجته نيلي كريم على الإنجاب بعد تجاوزها سن 48 سنة. هنعرف التفاصيل وإيه اللي قاله هشام عاشور. بس قبل أي حاجة، من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جداً علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. نيلي كريم هي فنانة جميلة وليها جمهور كبير بيحبها وبيحب كل أعمالها. ونيلي من مواليد محافظة اسكندرية، اتولدت من أب مصري وأم روسية. عاشت بداية حياتها في روسيا وأنهت حياتها المدرسية هناك، وبعد كده رجعت مصر سنة 91، وكانت بداية مشوارها في فن الباليه لدرجة أنها كانت من أفضل راقصات الباليه في دار الأوبرا المصرية. بعد كده اختارتها الفنانة فاتن حمامة علشان تشارك معاها في مسلسل وجه القمر سنة 2000، ونقدر نقول ان المسلسل ده كان البداية الحقيقية للفنانة نيلي كريم في عالم الفن. وخلال مشوارها الفني قدمت اعمال كتير ومميزة، كان اخرها مسلسل فاتن امل حربي اللي اتعرض في شهر رمضان اللي فات. والفنانة نيلي كريم اتجوزت 3 مرات، اول مرة كانت في فترة التسعينات وانجبت كريم ويوسف، بعد كده اتجوزت من خبير التغذية هاني أبو النجا وجوازهم كان سنة 2004 لحد سنة 2015، وخلال الفترة دي أنجبت منه بناتها سيليا وكندا. وفي شهر أغسطس 2021 اتجوزت من لاعب الاسكواش هشام عاشور، اللي صدم المتابعين وكل جمهور الفنانة نيلي كريم بكلامه عنها، اللي اعتبره الجمهور إنه إهانة كبيرة لزوجته وسخرية منها بعدم قدرتها على الإنجاب لأنها عدت سن 45 سنة. وقال هشام عاشور إن عنده رغبة كبيرة في الإنجاب وسخر من زوجته، وقال بنفكر في الإنجاب سواء كان ولد أو بنت أو قطة، مش فارقة يعني، في إشارة واضحة منه إن زوجته مش بتقدر تنجب أطفال في السن الحالي. والحقيقة كلام هشام عاشور عن زوجته نيلي كريم أثار استياء وغضب الجمهور جدا، اللي اعتبر إن كلام هشام مع الصحفيين كأنه قاعد مع أصحابه على القهوة، وإن النوعية دي من السخرية لا يمكن أن تنسى حتى بمرور الأيام، لأنه قال إنه بيتمنى حتى لو ينجب قطة. ومن ناحية تانية دفع البعض عن هشام عاشور وقال إنه يمكن ما يقصدش السخرية أو الإهانة، وإن التعبير خانه مش أكتر. والدليل على كده إن حياته مع نيلي كريم هادية ومستقرة الحمد لله، ومفيش مشاكل حصلت بينهم بسبب الكلام ده، وربنا طبعا ما يجيبش أي مشاكل بينهم. على كل حال أنا بشكركم جدا لأنكم كملتوا معايا الفيديو لحد دلوقت، على وعد بلقاء جديد. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.